أمدح الهادي محمد معدن الإحسان، حبه فرض علينا يا بني العرفان. كل من قد هام فيه يجتني الرضوان، كيف لا كيف لا كيف لا كيف لا كيف لا أهوى جميلا خلقه القرآن، يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت، أنت لي نور مضيء لطريقي إن عيت، ما حييت أن تقود وأوعيت وأنت راج، وبعد هذا هل أضل طالما لي أنت أسوى، طالما لي أنت أسوى. كلما أديت فرضا كنت مؤتما وراءه، أو تصدقت بمال كنت محتاجا عطاءه، كلما أديت فرضا كنت مؤتما وراءه، أو تصدقت بمال كنت محتاجا عطاءه، أو تنفلت صياما كنت محتاجا رجاء، يا حبيبا بعد ربي عنده أرجو ولاءك، يا حبيبا بعد ربي عنده أرجو ولاءك، يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت، أنت لي نور مضيء لطريقي إن عيت، ما حييت أن تقود وأوعيت وأنت راج، وبعد هذا هل أضل طالما لي أنت أسوى، طالما لي أنت أسوى. الله عليك يا أحمد، ما شاء الله، طيب الله هذه الأنفاس، والله لن نضل ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوة، ما شاء الله عنك يا أحمد، حياك الله. طبعا مشاهدينا يعني حبينا نبدأ عامر بوجودكم بهالصوت الجميل من الشاب أحمد سمرين اللي هو اليوم مشرفنا مع الدكتور اللي طبعا كمان منورنا لليوم واللي إن شاء الله يدوم بيته عامر الدكتور خالد الجايح. يعني مشاهدينا اليوم فقرتنا فقرة خاصة رح تتضمن حوار، رح تتضمن نشيد بصوت أحمد وبصوت أيضا دكتورنا اللي إحنا عرفنا من مصادرنا الخاصة إنه صوته حلو، فرح يسمعنا كمان مدائح ليصير في تنافس أحمد بينك وبين الدكتور، فنشوف من صوته أحلى ونعطيه جائزة برنامج بيتكم عامر. فحياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بكم، أهلا بكم، شكرا. العفو، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله رب العالمين يعيد علينا ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد عادت مقدساتنا وقد عادت أمتنا لتكون في مقدمة الأمم بإذن الله إن شاء الله. طيب يعني دكتور، بداية دكتور خالد، شو رأيك في صوت ما شاء الله؟ يعني ما شاء الله، يعني هدول الجيل اللي إحنا يعني نفتخر به، وهذا يعني حيكون جزء من حديثنا بعد، يعني من خلال الحديث انه حيكون يعني الافتخار بهذا الجيل اللي للأسف يعني كثير من الناس بثبطوا او بقللوا من قيمته. صحيح. هذا جيل عظيم. صحيح. جيل عظيم، والعظمة متأصلة فيه. نعم. العظمة ليس يعني دخيلة عليه او شيء خارجي، العظمة متأصلة في هذا الاجيال، في هذا الجيل، وفي امتنا تحديدا. طبعا دكتور، يعني هؤلاء الشباب ينافسنا عليهم الكثيرون،
نعم صحيح. يعني من البرامج الغنائية، من نعم. البرامج اللي بترعى المواهب، عشان هيك احنا بنقول انه لازم مؤسساتنا الإسلامية ترعى للشباب اللي ما شاء الله وتهتم فيهم وفي مواهبهم. صحيح. لانه فعلا الإنشاد له دور في انه يخدم قضيتنا ويخدم أمتنا وروحوا على القلوب ساعة. صحيح. عدا حتى غير عن الترويح كمان يخدم يعني هدف سامي. نبدأ دكتور حوارنا ونتحدث حول عودة ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الأجواء. احنا دايما بقولولنا انتوا دايما بتحبوا الحزن والكآبة، والله احنا مش بنحب الحزن والكآبة، لكن الكآبة والحزن لحقنا وين ما نروح ما دامت هذه الأمة يتآمر عليها، وما دامت الحروب والفتن من حولنا وقد عادت الذكرى ونعيش ظلال الذكرى في ظل هذه الأجواء. فكيف تحيا وكيف توصف حال هذه الأمة وكيف تحيا هذه الذكرى؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة وبعد. والسلام. حقيقة النظرة السطحية لحال الأمة سوف تبقى ترانا بنظارات سود، ولن ترى التطورات الإيجابية البطيئة وإن كانت حتى على بقعة واسعة. نعم. لأن يعني الضوء إذا ظهر قليلا 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 لا يعرف لحظة الفرق بين الليل والفجر. يعني ربنا قال في القرآن الكريم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أريد من الذين يحكمون على أمتنا الآن، أريد من جهة معينة التي تحكم، اللي إذا بيقدر يقول لي إنه أنا أستطيع أن أفرق بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يعرف لحظة فعلا دخول الفجر، هذا بدي أقول له أحكم على أمتنا. لأن بزوغ الفجر يعني مع أنه بزغ ورفع المؤذن الأذان، إلا أنه اللي مش سامع الأذان وما عنده خبرة بأن الفجر قد بزغ لن يعرف أن الفجر قد أتى إلا بعد أن تطلع الشمس. نعم. فهذه قلة خبرة وحكم مجحف بحال أمتنا. فالنظرة السطحية والنظرة الموروثة عن واقع أمتنا، نعيش بحالة من يعني الاحتلالات وحالة من الذل لا 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 إطلاق. أمتنا هي كباقي الأمم، مرت بمرحلة مظلمة ولا بد لليل أن ينتهي. كل الأمم مرت بمراحل وفترات مظلمة. حسن صحيح أن الفترة المظلمة التي مرت بنا طالت، لكن هذا لا يعني أنه من عشرات السنين. شوف وين تفاؤلي أنا ومن أين لمحت الفجر. نعم. من عشرات السنين بدأ الفجر يبزغ. نعم. ولكن للأسف لا زال الناس يرون أننا في الليل، لا يلحظونه، لا يلحظونه. نعم. فيعرف فيقولون أننا في الليل. ولذلك المقدمة لحضرتك أنه بتحب الحزن، لا لا، كيف هو حال أمتنا؟ حال أمتنا أننا قد بزغ الفجر وبدأ الخير. يا عيني عليك يا دكتور، يعني والله رفعت معنوياتنا بإذن الله. يعني نحن نقول المخاض. نعم. يمكن أصعب مراحل الولادة والمرأة تكون تتألم وتصرخ، ولكن بعد هذا المخاض يأتي الفرج. نعم. ويأتي الميلاد، وهذا ما كان وما سيكون. تأتي نحن الهدية. نعم، الهدية والهبة، وهذا ما سيكون إن شاء الله. طبعا دكتور، إحنا بس في لفتة للمشاهدين إنه إحنا وضعنا سؤال على صفحة الفيسبوك للبرنامج، إنه لو كنت في الروضة الشريفة واقفا أمام قبره عليه الصلاة والسلام فماذا ستقول له؟ طبعا في كتير أجابوا بكومنتات على هالبوست، لكن إحنا بنستنى كمان من المشاهدين اللي بتابعونا إنهم يجاوبونا مباشرة عبر الاتصالات، وإذا كانوا حابين يوجهوا رسائل لمنشدنا أحمد ولا دكتورنا أو استفسارات. أحمد بتحب
تعطينا طبعا الأرقام مشاهدينا حتظهر على الشاشة أمامكم للي بيحب يتصل. أحمد في عندك إشي هيك حول المعنى اللي حكى لنا إياه الدكتور؟ إذا ما عندك وحاب تحضر إشي بننتقل للدكتور بحكي نحكي بمحور لحد ما تحضر إشي تسمعنا إياه. طيب بعد ما طيب خلينا احنا شوي. يعني احنا عم نحكي في معنى اننا الان واقفون امام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفه نشكو اليه همنا، والدكتور قال ما في هم، قال احنا ان شاء الله مقبلون على نصر وعلى فرج قريب. فبهالمعنى هيك اذا كان بتحضر لنا شيء جميل دكتور، ونحن نحتفل في ذكرى المولد، وكنا قبل قليل نقول انه الناس بتختلف دائما، نحتفل ولا ما نحتفل، نجيب حلو ولا ما نجيب حلو، بدعه ولا مش بدعه، يعني لكن حسمتها دائره الافتاء بانه يجوز الاحتفال لكن بان لا يكون الاحتفال يعني فيه شيء من الخروج عن الشرع. ما دمنا نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، كيف لنا أن نرقى بهذه الاحتفالات لكي فعلا نصل بأبناء أمتنا بأسرنا إذا كانت تحتفل للمعنى اللي بدنا إياه من الاحتفاء بذكرى المولد النبوي؟ نعم جميل. هو حقيقة يعني قبل ما يعني أدخل في هذا، يعني أنا حقيقة الآن على وشك الانتهاء من كتابي الجديد بعنوان الطالب الناجح. نعم الطالب الناجح، مع أني أنا صاحب موسوعة مصطلحات في القرآن والحياة، الحمد والشكر في القرآن الكريم كان من 1200 صفحة، كان مقدمة الموسوعة صفحتين إلا. نعم. كتاب الطالب الناجح هو من 100 صفحة ولكن المقدمة كانت من 3 صفحات. لأهمية الموضوع شو أقول، بدي أذكر بس من الصفحة الأولى مقتبسات. نعم. من الصفحة الأولى من مقدمة الطالب الناجح اللي أقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب يتناول حياة الطالب من ولادته وحتى تخرجه من الجامعة، مع التعريج على بعض العوامل الذاتية والخارجية التي لها دور مباشر أو غير مباشر في نجاح الطالب أو تراجعه أو إخفاقه. وسبب إقدامي على هذا الكتاب وهذا العنوان هو أنه قد كثر في الآونة الأخيرة أصوات اللائمين والناقدين لأمتنا وأجيالها الشابة المعاصرة على الحال الذي وصلنا إليه، ولكن بأسلوب فيه شيء من التصغير والازدراء، وبشكل وكأننا لسنا من وكأننا أقل من باقي الأمم، أو كأننا لسنا من فصيلة بشرية عادية طبيعية تؤثر وتتأثر تتحسن وتسوء ترتقي وتنحدر ووفق عوامل القوة أو الضعف التي تمر بها أو تتعرض لها أو تؤثر عليها. وأضافوا للنقد واللوم اللوم التحقيري اتهامات محبطة تريد التصغير وتكرس ضعفنا وتبقيه. من هذه يعني الأمثلة انه ما فينا فائدة، عمرنا ما بنصير، يعني احنا اقل الامم، احنا في اخر الامم، الى احنا متخلفين، الى غير ذلك من هذه الاتهامات ونظرات الاستصغار والتحقير لامتنا. وبنظرة عميقة وعادلة لامتنا وجدت ان هذه الاتهامات زائفة ومجحفة في حق امتنا، بل انه بالرجوع الى الحقائق العلمية المتعلقة بالجينات الوراثية والحقائق التاريخية، حيث كانت منطقتنا العربية عبر آلاف السنين مهدا لحضارات إنسانية عظيمة متعددة، وكان الإبداع يتطور فيها، وكان آخرها الحضارة الإسلامية، وكان الإبداع يتطور ويرتقي فينا وبشكل سريع وملحوظ، مما يؤكد إجحاف تلك الادعاءات الكاذبة بحق أمتنا العظيمة، وأن مقصود تلك العبارات هو التحقير والإحباط وتضليلنا عن طريق نهضتنا. نعم. وعودتنا إلى القمة. جميل. فبالتالي يعني أمام هذه الـ 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 يعني إحنا إذا رجعنا إلى التاريخ، يعني إلى التاريخ الإنساني، إحنا عبر آلاف السنين، يعني بيجي بقولنا البعض أنت بترجع لنا دائما بس هلا أيام عمر وأيام، لا لا لا، بدي أرجع للسنة قبل ذلك. هذه المنطقة منطقة مهد الحضارات الإنسانية إلى العالم، يعني قبل اكتشاف أمريكا احنا كنا هنا، يمكن كانت مرة علينا ثالث أو رابع أو خامس حضارة، يعني قبل ما تكتشف أمريكا وتبدأ حضارتها. فإذا العلم بيحكي أنه الجينات حتى يعني يعني بعض الصفات المكتسبة بصير فيها إلها تأثير على بعض الجينات، التلافيف الدماغية
التلاف الدماغية يعني من جيل إلى جيل أذكى، بتصير يعني من جيل طور نفسه اكتسابيا بتصير تلافيف الدماغية تصير أعقد من جيل إلى آخر، وبالتالي نحن أقدر الناس وأكثر الناس أهلية للعلم والتطور والرقي والتقدم. نعم، يعني أنت دكتور تريد أن تقول أننا لسنا في طفرة الآن ولسنا في أمر مش طبيعي. نعم. طول عمرها هذه المنطقة منطقة صراعات ومنطقة تولد للحضارات وهي مهبط الديانات، فهي صحيح. فنحن الآن في وضع طبيعي جدا، وعلينا أن نصبر وأن نحتمل وأن دائما نتفائل. نعم. الآن بالنسبة يعني لسؤالك. نعم. يعني بس دكتور فضل. أستأذنك قبل أن أخذ سؤال أن تجيب على سؤالي، بدي أروح على القدس. نعم. بدنا نروح للقدس ونشوف المرابطين هناك يا أحمد والمرابطات ويا دكتور خالد، نشوف كيف عاشوا ذكرى المولد النبوي وكيف رابطوا هناك وكيف احتفلوا بهالذكرى في مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنا من هناك المرابطة المقدسية أم محمد، حي الله يا أم محمد، وكل عام وأنتم على هدي الحبيب المصطفى، كل عام وأنتم صامدون مرابطون ثابتون في المسجد الأقصى، حي الله أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، الله يسعدك حبيبتي. وعليكم وكل السلام. وكل عام بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. أنت بألف خير، ونحن هنا طبعا يشرفنا أن تكوني معنا عبر هذا الاتصال، ومعي في الاستوديو دكتور خالد الجايح، معي شاب منشد صوته جميل اسمه أحمد سمرين، راح يسمعوك وأنت طبعا بالإضافة لمشاهدينا الكرام، وأنت تحكي لنا وتوصفي لنا أجواء كيف عاشت القدس والمسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات هناك، كيف عاشوا أجواء المولد النبوي، ذكرى المولد النبوي؟ اي والله المسجد الاقصى كان يوم السبت يعني عامر باهله، الحمد لله رب العالمين، حتى يعني اليوم كان الكل بيحكي على قد ايه كان العدد مليان امبارح يعني يوم السبت بالمسجد الاقصى من جميع ارجاء الوطن، يعني من غزه ومن الشمال، من ام الفحم، من القدس، من الضفه الغربيه، يعني كان مليء جدا. يعني كانت حتى احد الحاجات اليوم بتقول لي، يعني انا لي سنين طويله بالمسجد الاقصى مبارك لم ارى يوم كما كان الاقصى بالامس، الحمد لله رب العالمين. يعني كان مليء باحبابه، الحمد لله رب العالمين. اها، طيب شو كانت الفعاليات ام محمد؟ يعني هو امبارح يعني كان قدوم الناس والصلاة وهيك، يعني انه هو امبارح بالذات هو يوم يعني سبحان الله قدر الله عز وجل انه بهذا اليوم انه باب المغاربة يكون مسكر، فهو كان يعني يوم اقصاوي بحت، يعني يوم للمسلمين تماما، يعني لم يدخل اليهود ولا المستوطنين ولا اي شيء، لانه كان يوم عطلة اليهود بفضل الله عز وجل. الحمد لله. فكان يعني الصلاة والرسم على وجوه الأطفال، وكان يوم يعني جميل إن شاء الله تعالى كان للجميع. بتوزعوا أم محمد حلويات؟ سبحان الله، يعني في المسجد الأقصى مش بس بيوم المولد، بكل الشهر هذا شهر ربيع، يعني حتى إحنا في مساطة بالعلم ومجالس في العلم كل يوم في كل درس في كل بتكون يعني سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام معنا سبحان الله، وإحنا بنكون قاعدين ومستشعرين يعني مصر الرسول الله عليه الصلاة والسلام. أم محمد، أنا كنت سألتك إنه طبعا بالاضافه لهالاجواء الجميله اللي انت وضعتينا فيها، بتاكلوا حلو هناك؟ بتعملوا حلويات بتوزعوا على الموجودين؟ يعني حقيقه بالمولد النبوي يوم يعني يوم المولد النبوي يعني اكيد الناس كانت جايبه، يعني الناس بتجيب بصوره خاصه، يعني انه ممكن بس بتحس انه سبحان الله العظيم في القلب غصه للحلو في المسجد الاقصى المبارك. يعني اها، طيب شو يعني احنا بما ان يعني بيبقى في حلو هيك، بس بتضل حاسه يعني بالغصه الكبيره بوجود الوضع اللي احنا فيه في المسجد الاقصى المبارك. نعم. يعني والله يعني امبارح كان مولد حبيبنا عليه الصلاه والسلام، واليوم كنا في الاقصى، واليوم شفنا الانتهاكات وشفنا تدنيس المستوطنين وشفنا، يعني الواحد بده يبكي كان حقيقه. يعني يعني هي يا أم محمد صحيح مرارة وغصة، لكن والله يعني يمكن أنتوا كونكم في القدس ما بتشعروا قد ايه احنا خارج القدس لما بنشوف المرابطات والحرائر هم عم بدافعوا عن كرامة الأمة في الوقت اللي الجيوش العربية تنظر إليكم والأنظمة العربية تنظر إليكم، وأنتم بشكل يومي يتم انتهاك المسجد الأقصى واقتحامه ولا يجد مدافعا عنه سوى الله والمرابطين والمرابطات الموجودين في المسجد الأقصى، لكم الله وكل عام وأنتم بخير. أم محمد أنت شكلك صغيرة بالعمر. الحمد لله رب العالمين. طيب
طيب يعني لا انا ام لبنات جامعيات الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يعني الشباب شباب الروح، وما دمتوا بتدافعوا بترابطوا في الاقصى فاكيد ستبقى روح الشباب. شكرا لك يا ام محمد، ان شاء الله الله يرضى عنك، كل عام وانت بخير. الله يسعدك ان شاء الله وانتم بصحه والسلامه، ولا تنسونا ولا تنسوا المسجد الاقصى من صالح دعائكم. اكيد اكيد يعني لكم من دعائنا كل دائما في سجودنا وفي صلواتنا في قيامنا وفي قعودنا دائما المسجد الاقصى في بالنا. شكرا لك يا ام محمد. احمد شو رايك تسمعنا شيء عن القدس بما انه ولا ما في شيء حاضر عندك؟ انا على فكره حطيتك في دوكه صح، مره عن القدس مره عن الروضه، فبما اننا كنا عم نحكي عن القدس اعطينا هيك اذا عندك شيء عن القدس عن الاقصى. يا نادانا نادانا الأقصى ردينا نعم لوم، اليابا العتيد بكل إخلاص نازم، قال يابا نعم لوم باسم فلسطين وجبنا نعم لو تخير تعلو برقابا يابا 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 ما شاء الله يا أحمد، يعني عن جد أبدعت ما شاء الله، صوتك بالمواويل وبال ما عرفش بسموها عرب أو هيك ما شاء الله عليك، يعني عن جد شيء رائع. وما لفتنا انه انت مع نغم ميديا مش هيك يا احمد؟ واكيد نعم. لك اعمال قادمه وراح نشوفك قريبا ان شاء الله تكون ناجحه وتكون تخدم قضايا امتنا ان شاء الله. بنرجع للدكتور خالد، ترى والدكتور خالد صوته حلو فيبدو انه هيك حابب كمان انه يقدم لنا شيء، بس نحكي بموضوع نعم ان شاء الله. دكتور خالد، يعني كنا وصلنا عند موضوع الاحتفال بالمولد النبوي يعني أي نعم. نعم عادة تحتفل الناس بالبيوت بالحلويات برا بالمؤتمرات وال نعم. يعني خلينا نقول الاجتماعات والندوات وغيرها ف نعم. يعني هو شوف يعني حتى بالتعريج على قضية انه بدعة وما بدعة وكذا، حتى نأخذ الأمور بسلاسة أكثر، يعني بوجهها كلمة لأحبائي الذين أختلف معهم بالرأي، إنه يعني قضايا البدعة يعني هي القضايا اللي بدك تركز على أمور بدعة، الأمور التي تدخل في العبادات وليس في الأمور المرسلة والأمور مثل احتفال وتقدير لي، يعني التدقيق على قضية بدعة وما بدعة في هذه القضايا، ما دام الأمر اللي بنقوم فيه يعني لا يتعارض مع أصول الدين ما في داعي إنه يعني نعقد الأمور أو نضيق على الناس دينهم، يعني حتى تحت عنوان يعني الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني تفصلش بأشياء. أما يجي والله واحد يحكي إنه أنا والله في الصلاة حابب أعمل هيك إنه لازم نلبس برنيطة ما كانش الرسول، نقول له هذا دخل شغلة في الصلاة، من حق الجميع أنه يحكي له هذا دليلك صحيح، يعني لو كانت على مستوى هيك يعني ما أنها شغلة شكلية يعني الطاقية أو يعني إلا أنه هاي في صلاة في صوم في حج في كذا. أما أنه والله يعني في القضايا المرسلة والقضايا الحياتية والقضايا يعني أنا أرى أنه حتى لا نكثر من عوامل الاختلاف فيما بيننا بل نكثر من عوامل التحابب
والتقارب والمودة والوحدة. نعم. وهو الذي نفتقر في هذا الزمان. دكتور انت احتفلتوا في البيت بذكرى المولد النبوي؟ يعني هي الـ 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 القصة انه يعني هلأ انا لما بحكي في للأسر وللناس وللأفراد وللمجتمع. هلا انا لما بتكلم بهالقضية هاي، طب الناس يا جماعة الخير يعني الشخص بيوم مولده يعني اجازوها هل انه والله بدي اعمل يعني بدي اعمل لي حلوه وبدي اقول انه والله بدي يعني ابدا يومي سنتي بشيء جديد ودي يعني وكل واحد اعطيها معنى معين. واحنا خلينا نقول انه يعني سنه خير جديده ان شاء الله على الجميع. يعني 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 ممكن يعني كل شيء انك انت تديره بطريقه تكون يعني زي ما اخواننا مثلا يعني حتى يمكن ديروا بعض الـ 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 الأغاني أو بعض الألحان إلى شيء من الأناشيد والكلام الطيب والكذا، حتى تكون قريبة من الناس بالضبط ويحبوها. فبالتالي يعني هذه القضايا يعني أنا اللي أقوله أنه بالعكس أن تكون هذه موجودة فتحيي ذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفوسنا جميعا. سنجد انه لو يعني لو اشتغلنا بهذه الطريقه سنجد انه كثير من الناس المسلمين يعني اللي هم يعني مبتعدين او يمكن بسموهم الاخرين فاسقين او كذا او يمكن بيصليش، سنجد ربما تكون هذه المبادره تكون بدايه الشعله تبعته. نعم. التي يعني تقول له يلا ابدا، والله احنا شوف كيف بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن انه هذه الـ 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 يعني احتفال زي هيك بين اسرة او اكثر من اسرة او كذا، يلا خلينا نحتفل نقرأ شيء من السيرة، يلا نحب الرسول نحلي لانه بدنا تجان لها الاطفال. أي نعم. انه يعني شيء جميل والله، نبرهن على حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن صحيح. يكون هذا شعلة لبعض البنات انه والله ما دام بتحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بتصلي ليش ما تلتزمي الحجاب. صحيح. فستجد انه يمكن عشرات ولا مئات ولا اكثر بنات في هذه الفرصة تصير، يمكن عشرات او مئات او الاف من هالشباب اذا صار في نوع من هذا التذكير كان ما بيصليش، قال لك والله انا بدي اصلي يعني وتكون قدوتي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. بالضبط. طيب. نعم. احمد انتم بتحتفلوا في البيت في ذكرى المولد؟ يعني بتجيبوا حلو يمكن هيك، انا بشعر كل البيوت الاردنيه. صحيح. بتنشد لهم ولا بيقولوا لك خلص انت دائما تنشد؟ لا بالعكس، دائما بحبوا انهم اسمعهم اشياء جديده. حلو. طيب احمد انت بالصف الاول ثانوي والسنه الجاي توجيهي صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك وينجحك. انا رح اقرا بعض التعليقات لحد ما تحضر لنا هيك كمان مقطع جميل تسمعنا اياه. طبعا مشاهدينا احنا كما ذكرنا وضعنا على صفحتنا على الفيسبوك انه لو كنت واقفا في الروضه الشريفه أمام قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فماذا تقول له؟ طبعا أصدقاء الصفحة قالت لحالي أحلالي اسمها، لحالي أحلالي. نعم حياك الله يا لحالي أحلالي. بتعرفوا الجماعة أنا على الفيس بحب كل واحد يحط اسمه، يعني إحنا أسماءنا هيك سمونا أهلنا فيها ونعتز فيها، خاصة إذا كانت أسماء جميلة ولها معنى. فحياك الله يا لحالي أحلالي، هو مش لحالنا أحلالنا، بالعكس مع الجمع أحلى. قالت حبيبي يا رسول الله، ضاقت على أمتك الأرض بما رحبت وساد الظلم وعلى الباطل وعلى الحق، ولكن آمنا بالله ربا وآمنا بك رسولا وصدقناك بكل ما به أخبرت وأيقنا أن النصر مع الصبر. الله يجزيك الخير وإن شاء الله يا رب النصر قريب. مريم سعادة قالت صحيح ما رأيت النور من وجهك ولا يوما سمعت العذب من صوتك ولا يوما حملت السيف في ركبك ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار ولا حاربت في أحد ولا قاتلت في بدر صناديدا من الكفار وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، أنا والله أحببتك لهيب الحب في قلبي كما الإعصار فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا قطر الندى أو قطر الندى
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كم أشتاق للقياك ونحن كذلك عليه الصلاة والسلام. هشام سليمان الحيصة يقول نسأل الله أن يكون شفيعنا يوم القيامة. اللهم آمين يا أخ هشام. خالد أبو بهاء يقول لو كنت بيننا يا رسول الله لرأيت ما لم يكن في زمانك، يقتل الأبرياء وتستباح النساء ولا تطبيق لشرع الله على أكمل وجه. لماذا يقولون بأنك قدوتهم وينهجون نهج العصاة والفساق؟ تعالى يا حبيبي وعدل لنا هذه الأمة. نهجه موجود يا أخ خالد. رجاء أحمد هي أيضا تقول من أين أبدأ والحديث غرامه، فالشعر يقصر والكلام كلامه. شكرا لك يا رجاء، والشعر موجود على الشاشة أمامكم مشاهدينا. يعني لضيق الوقت لن أقرأ كل التعليقات، لكن سأشكر كل من علق. العائدة لله، بنار أبو صقري، رفيدة كمال، رياح التغيير، تمام بركة، حاملة الراية ورياح التغيير، كلهم يعني كانت مشاعرهم جياشة وكأنهم يقفون أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا دكتور خالد وأحمد، إحنا يعني أنا عشان أحفزهم ليجاوبوا على هالتساؤل أو الاستطلاع، قلت لهم كل واحد بيجاوب أدعو الله عز وجل أن تكون هذه السنة يعني سنة زيارة له لروض المصطفى، وأن يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأكيد أحمد حضر لنا شيء الآن بده يسمعنا إياه. تفضل يا أحمد. أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، أنت الحبيب وكلنا لك نعشق، ولطيب وصلك دائما نتشوق. الشمس تشرق من جبينك ضوءها، يا من محاسنه كبدر يشرق، روحي بها لك إنني متشوق. فعسى علي بنظرة تتربص العشق فني، والصبابة مذهبي، لا خير في من لا يحب ويعشق. يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى، من أطاع المصطفى جزى الجنة. اتبع نهجه تشريعه فيما أمر اطيعه، اتبع نهجه تشريعه فيما أمر اطيعه، وأدي فرضك جامعه وصدق السنة. يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى، من أطاع المصطفى جزاه الجنة. صلي ربي وسلم على طه المعلم، أنعم ربي وأكرم وأدخلنا الجنة. يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى، من أطاع المصطفى جزاه الجنة، من أطاع المصطفى جزاه الجنة. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. طيب دكتور، هلا احنا كمان ما دام حطيتي انت الدعاء هذا اللي شو كان اذا بتكون امام الروضه، برضو احنا بدنا نتمنى. تفضل. لو كنت امام الروضه لقلت سامحني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقصيري، سامحني على تقصيري بالتأسي بك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وأقسم لو خرجت ورأيتك الآن وكان إظفر قدمك يريد فداء بحياتي لفديتك بحياتي. أنت حبيبي يا رسول الله، نحبه جميعا، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يحشرنا معه في الجنة. اللهم آمين إن شاء الله. طيب دكتور انت بدك تضيع علينا ان نسمع صوتك. هو سمعنا مقطع خلص. هلا اذا وجد الماء، اذا حضر الماء بطل التيمم. يعني ما شاء الله، يعني هم
يعني هؤلاء الأجيال. يعني هي أنا مجرد أنه كنا وإحنا يعني طلاب في الجامعة، فكنا يعني برضو نجلس من باب التسهيل يعني على الترويح على أنفسنا يعني، فكنا يعني نجلس وننشد يعني بين الفينة والأخرى، فهي قضية هواية ليست مثل أخونا. طيب يعني سمعنا يا يعني دكتور يعني مقطع بسيط هيك مديح أو شيء. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. مولد أحمد طه الهادي، مولد أحمد طه الهادي، فيض من نور الرحمن، فيض من نور الرحمن، أثنى الرحمن عليه في معظم آيات القرآن، أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن، بربيع الأول شرفنا، بربيع الأول شرفنا، بجمال منه فاتاني، بجمال منه فاتاني. ما شاء الله، الله يجزيك الخير. الخير. شو رأيك يا أحمد؟ ما شاء الله. طبعا مشاهدينا أنا أيضا يعني ما وصلني أن الدكتور صوته جميل في القرآن الكريم. قبل ما طبعا يعني نسمع راح أعطي آيات أنا يقرأ لنا إياهم، آخر آية نختم فيها، لكن بدي تسمحوا لي قبل ما أختم أشكركم لحسن المتابعة وأهنئكم بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشكر الدكتور خالد الجايح وهو الطبيب والداعية والمفكر الإسلامي، وأشكر ضيفي الشاب ما شاء الله اللي صوته جميل أحمد سمرين وهو أيضا من نغم ميديا. كل الشكر لك يا أحمد، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح وإن شاء الله تكون من المتفوقين، ونشوفك بأعمال جديدة وتكون ضيف على اليرموك بأناشيد خاصة إليك إن شاء الله. شكرا إليك دكتور، كل الشكر والتقدير، ورح نختم معك بالآيات الكريمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله الأجر العظيم منهم. الله يجزيك الخير يا دكتور، بارك الله فيك. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لفريق البرنامج، وبنهنئهم بالمولد النبوي. ومشاهدينا الكرام، نحن سعدنا بصحبتكم، وندعو الله عز وجل أن تطيب دائما أوقاتكم، وأن تدوم بيوتكم ونفوسكم وديار المسلمين بذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمنهجه دائما عامرة. في أمان الله.